أقرب في المعنى أن يكون هكذا، لأن الله والفاعل إلاف، لأن الله ألف بين قريش ورحلتيها في الشتاء والصيف، لزم على قريش أن تعبد رب هذا البيت، وهذا يصبح المعنى حينئذ سهلا واضحا ومفهوما، وهذا ما مال عليه كثير من المفسرين كالعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. إذن صار معنى الآية على الشكل التالي: لأن الله ألف بين قريش وبين رحلتها، أوجد الأنس والألفة بين قريش ورحلتها، لزم على قريش أن تعبد الله. بعبارة ثانية: فلتعبد قريش الله سبحانه وتعالى لأنه ألف بينها وبين رحلتها وأمن لها هذه الرحلة التي صارت تستأنس بها، وأوجد لها الأنس برحلتها، ولم يخرق هذا الأنس بالخوف ولا بالجوع. هذا هو المعنى الذي سوف تكون عليه هذه السورة أو هذا التركيب. إذن